احنا مجموعه من طالبات جامعه ام القرى تخصص حاسب الي. مشروع تخرجنا كان هو عباره عن علاج الاطفال المصابين بسرطان الدم الليمفاوي الحاد باستخدام الواقع الافتراضي. بدأنا مشروعنا بأننا سوينا أبحاث استخدام الواقع الافتراضي مع مرض السرطان. بعد ما خلصنا مع مرض السرطان سوينا فوكس أكثر على مرض سرطان الدم عند الأطفال. بعد كده سوينا فوكس أكثر عند الأطفال المصابين بسرطان الدم الليمفاوي الحاد من سن 7 لـ13 سنة. ليش اخترنا هذا السن؟ لأنه في هذا السن الطفل يكون نسبة الشفاء عالية من المرض بدون استخدام أي علاج مساعد، تقريبا 70%. مع استخدام العلاج المساعد تكون نسبة الشفاء 100% بإذن الله تعالى. طيب، فكرة الواقع الافتراضي إنه طبعا الطفل أول ما يعرف إنه عنده سرطان بيمتنع عن يعني ياخذ أول جلسة علاج ويمتنع عن جلسة علاج ثاني كيميائي. ليش؟ للتأثيرات الجانبية للعلاج. إيش اللي بيصير؟ في تصير اللي هي الغثيان، تقيؤ، تساقط شعر، هذه كلها آثار جانبية للعلاج الكيماوي، فيمتنع إنه ياخذ جلسة ثانية. إحنا قمنا فكرة الواقع الافتراضي إنه نعيش الطفل في كأنه في داخل جسمه، في بيئة افتراضية داخل جسمه، يشوف الخلايا السرطانية الموجودة داخل جسمه ويقعد في محاربة معاها. إيش السلاح اللي يستخدمه عشان يحارب الخلايا السرطانية؟ اللي هو العلاج الكيماوي، يجمع مجموعة من الإبر ويقتل الخلايا السرطانية. فكل ما أنت جمعت مجموعة أكبر من الإبر كل ما قدرت تقتل الخلايا السرطانية، كل ما تغلبت على المرض. حنعرض دحين فيديو للصور للواقع الافتراضي. الآن حنبين لكم قصة قصيرة تبين فكرة المشروع. الآن عندنا الطفل أخذ العلاج الكيماوي، بدأ الطبيب بلبسه نظارة الواقع الافتراضي والجويستيك وهيئه، يقول له أنت أخذت العلاج الكيماوي، الآن ابدأ بقتال الخلايا السرطانية داخل جسمك بواسطة هذا العلاج الكيماوي. الآن حناخذ فكرة مبسطة بمساعدة من اللعبة تورينا طريقة استخدام اللعبة. لدينا هنا الجويستيك، أشكال الخلايا السرطانية في كل مرحلة، الدروع اللي يأخذها اللاعب نهاية كل لعبة، العلاجات البديلة، القرآن، العسل، لدغ النحل، الإبر، وهي السلاح الأساسي في اللعبة. أشرقت شمس الزمان فزرنا يوم جديد مشرق